بصوا كده يا جماعة، دلوقتي الموبايل بتاعي اهو، وفتحت اللي هو برنامج الابليكيشن بتاع روت تشيكر، و بيقول لي مفيش روت اهو، تحقق من الروت مفيش روت، تمام كده ايرور اهو، ضغطت عليه. طيب بصوا كده، لما يجي نرجع تمام ونخش هنا كده على الضبط او على السيتنج، ونخش هنا على الامر اللي اسمه روت ونكتبه ونقول له واتش ناو، تمام. ثم نتأكد كده ونشوف ايه اللي هيحصل، نخش تاني على نفس الابليكيشن ونتأكد يا ترى فيه روت ولا لا، ونضغط اهو على التحقق. تمام، ظهر الخيارات دي، نختار مثلا اوكي تحقق اللي تحت خالص. ايه ده، غريبة دي يا جماعة، عمل لي صح وقال لي كده بقى فيه روت. طب ايه اللي حصل ده، وايه اللي حصل، وازاي كل ده تم؟ طب بصوا كده يا جماعة، ده كده نظام تشغيل، وده كده نظام تشغيل تاني. يعني ايه؟ يعني انا عندي تو اوبريتنج سيستم، الاندرويد الاساسي اللي جاي على الموبايل، وكمان ضفت نظام تشغيل وهمي اللي هو الفي ام او اس، اللي هو اختصار فيرتشوال ماشين اوبريتنج سيستم. ايه بقى يا جماعة قصته ده؟ ده برنامج وهمي بنزله على الموبايل بتاعي، ومن خلاله بقدر اعمل بقى الروت وانزل ابلكيشنز معينة واعمل اللي انا عايزه. ليه بقى يا جماعة؟ عشان احنا عارفين لو احنا عملنا روت على الجهاز بتاعنا بيبقى ليه اضرار كتير جدا، زي مثلا خسارة الضمان، مش هيبقى عندي ضمان، توقف تحديثات الموبايل، مش هيبقى فيه ابديتنج، ممكن يحصل اي عطل في اي وقت بالنسبه للموبايل، بالاضافه الى طبعا اللي هو التهديدات بقى الامنيه والاختراقات والهاكينج والكلام ده كله. فلذلك احنا عملنا اوبريتنج سيستم على الاوبريتنج سيستم، تمام، ومن خلاله بقى اقدر بقى انزل الابلكيشنز بتاعتي واسطب واعمل اللي انا عايزه، والابلكيشن بتاعي الاساسي ملوش اي، او الاوبريتنج سيستم نفسه ملوش اي ايه، اي تاثير، وفي امان تام. ده اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. طيب بالنسبه للابليكيشن ده او التطبيق ده، هنقول يا جماعه اللينك بتاعه تحت، تمام، في اول كومنت بنضغط عليه عشان نبدا نسطبه، هنقول ازاي خطوات تسطيبه عشان مهمه. لكن اللي انا عايز اقوله اللي احنا بصوا هنا يا جماعه شغالين عادي جدا، واقدر انزل اي برنامج للواي فاي، واخش على جوجل كروم، واخش على اب ستور، وانزل واتسي، وانزل مش عارف ماسنجر، وانزل شرقته، مفيش اي مشكلة خالص، تمام. طيب يلا كده يا جماعة بقى نبدأ نشوف ازاي هنبدأ ننزل الابليكيشن اللي هو الفي ام. زي ما احنا شايفين اهو يا جماعة، بعد ما ضغطت على اللينك اللي انا سايبه تحت في الكومنت، بيدخلني على الويب سايت بتاع الفي ام او اس اللي احنا قلنا عليه فيرتشوال ماشين اوبريتنج سيستم. وبعد كده طبعا ببدا يعني اشوف ايه هي امكانياته وكده، لكن كل ده ما يهمنيش دلوقتي، انا عايز اسطبه، وبضغط طبعا على الايكون اللي مكتوب عليها داونلود. تمام، هو مساحته حوالي 340 تقريبا او 330 ميجا، وزي ما احنا شايفين اهو يا جماعه ببدا اضغط عليه، هو بيعمل داونلود. تمام، اقول له اوكي، بس احنا ماشيين خطوه بخطوه عشان تسطيبه مهم جدا بالنسبه لي. زي ما انا قلت حوالي 320 ميجا. بتاخد معايا بقى يا جماعه وقت قد ايه؟ والله دي بقى بتختلف باختلاف سرعه النت عندي، يعني هنا مش هيكمل من 5 ل 8 دقائق زي ما احنا شايفين اهو، بحاول اقرب الزوم، تمام، وبيبدا ينزل واحنا ماشيين خطوه بخطوه. بنأكد تاني ده بيبقى نظام آمن. بعد يا جماعة ما بينزل طبعا بينزل لي عادي جدا بأيكون زي أي أبليكيشن، تمام. أهو يا جماعة خلاص نزل، أبدأ بقى أقول له أوبن، تمام، وبعد كده طبعا بقول له انستول، بسطبه عادي مفيش أي مشكلة خالص، بعمل له تهيئة. وبعد يا جماعه بقول له انستول، بيبدا اهو، تمام. بعد كده بقول له اوبن بقى او دن براحتي،
هلاقيه بقى تحت اهو يا جماعه، اهو من ضمن الابلكيشنز اللي هو اهو الفي ام او اس، وبضغط عليه عادي جدا وبفتحه. يبقى ده كده بيفتح لي اوبريتنج سيستم تاني خالص، بحيث بقى اسطب عليه واتس ومش عارف ايه، واعمل اي حاجه كاني معايا موبايلين. اهو يا جماعه فتحته، بيبدا يقول لي بقى الفيتشرز بتاعه الابلكيشن ايه. طبعا في فيتشرز كتير جدا زي ما احنا شايفين، تمام، بقدر من خلاله بنزل كل الابلكيشنز عادي يعني، مفيش اي مشكله. طبعا بالاضافه الى اهم حاجه اللي هو يكون في روت، هذا هو الاهم بالنسبه لي. طبعا يا جماعه ببدا تحت اقول له داونلود، تمام، وطبعا هنا بقول له اوكي عشان هيبدا بقى يعمل لي طبعا، وباكتف الجزء بتاع البرميشن ده عشان يا جماعه هيبدا ينزل لي الجزء اللي احنا بنسميه الروم، تمام. برضو هنا بديله برضو اذن، وبديله هنا بيرميشنز وصلاحيات، الاو مفيش مشكله، او السماح. ويبدا هو يا جماعه فعلا بينزل لي روم عادي جدا، كأني فعلا نظام تشغيل جديد، وهو بالفعل نظام تشغيل جديد. المساحه هنا برضو حوالي 300 ميجا، وقبل كده كنا منزلين حوالي 200 مثلا او 300 وكسور. يعني يا جماعه لازم الموبايل يكون فيه بالراحه كده حوالي 2 جيجا 3 جيجا فاضيين عشان اعرف اشتغل فيه كويس جدا، تمام. وزي ما احنا شايفين اهو يا جماعه بيبدا يعمل لي الانستليشن ويبدا ينزل. هو تسطيبه سهل يعني ما فيهوش مشكله، اهم حاجه بس ابقى ايه عارف الخطوات كلها وماشي بالراحه معاه، واديله البرميشنز اللي هو بيطلبها، تمام. اهو يا جماعه 21%، طبعا دي بتختلف سرعتها باختلاف سرعه الايه الموبايل نفسه عشان دي التهيئه، تمام. بيقول له هو هياخد من 5 ل 10 دقائق. اهو كده يا جماعه بالفعل خلاص نزل، تمام. الايقونه اللي على اليمين دي، دي بضغط عليها بيفتح لي النظام الوهمي، تمام، زي ما احنا شايفين. وابدا بقى اخش عادي على السيتنج، وادي له بقى الروت والبرميشنز، واخش على جوجل بلاي، وافتح جوجل كروم، واعمل كل حاجه انا عايزها، مفيش اي مشكله خالص. يبقى انا كده عندي ايه تو او اس اوبريتنج سيستم اهو. اهو يا جماعه بخش بصوا على جوجل بلاي، هقول له طب كنسل الابديت، واخش بساين ان عادي، واكتب الجيميل بتاعي، تمام، بسرعه، واكتب الباسورد بس عادي جدا يا جماعه اهو، وابدا انزل، تمام. اتمنى تكون الحلقه يا جماعه عجبتكم، وما ننساش اللايك والسبسكرايب والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.